الطاقات المائية في نهر الفرات عن طريق بحيرة الثرثار في الأنبار بطاقة 100 متر مكعب في الثانية. تقرير صباح الطائف. خطوة أخرى نحو تخطي أزمة المياه تحققها وزارة الموارد المائية في الأنبار بعد نجاح مشروع المضخات العائمة في حوض بحيرة الثرثار. هذا المشروع الذي انتقل بالأنبار والمحافظات الجنوبية الواقعة على الفرات من جفاف مهدد إلى إطلاقات أعادت الحياة إليها. بدأنا من منطقة السامراء، استطلعنا القناة الإروائية الناقلة لمياه نهر دجلة إلى نهر الفرات، شخصنا بعض الحالات. احنا مع طبعا أنا مع مجموعة كبيرة من الكادر المتقدم للوزارة، المدراء العامين لأغلب المديريات العامة حاليا موجودين أيضا معي. الهدف هو كيفية مواجهة الشحة في نهر الفرات، هي هذا السبب الأساسي، نقل مياه من دجلة. إضافة إلى هذا الموقع اللي نقف به هو الموقع المهيئ لنصب المضخات الأوروبية اللي وصلت حديثا. إشارة إلى توجيهات معالي وزير الموارد المائية الأستاذ عوني دياب عبد الله وإشراف مباشر من الأستاذ المهندس أحمد كاظم عبد الله، تقوم كوادر الهيئة العامة لتشغيل مشاريع ري البازل إدارة مشروع الثرثار بأعمال الصيانة والتهيئة المضخات العامة لغرض نصب المضخات الإسبانية الجديدة بحدود 10 مضخات إسبانية بتصريف 40 متر مكعب، بالإضافة إلى المضخات المنصوبة في المشروع لغسل المجموع حاليا التصريف بحدود 100 متر مكعب، وعند إكمال تنصيب كافة المضخات سيتم إرفاد المشروع ب 150 متر مكعب. وتشكل المرحلة الثانية من المشروع خطوة أخرى تشمل تجهيزه بمعدات حديثة يصل من خلالها تدفق نهر دجلة ليستقر في البحيرة، وتبدأ مرحلة أخرى تشمل نقل المياه عبر المضخات إلى الفرات بإطلاقات مائية، وتشارك محافظة الأنبار بهذا الإنجاز من موازنتها الخاصة. اتطرق معالي الوزير لموضوع العنقور، محافظة الأنبار حاليا بموافقة وزارة الموارد المائية راح تحول مسار الأنبوب الناقل من نهر الفرات في الفلوجة، وهو طبعا مشروع استراتيجي تم ادراجه على خطه المحافظه، راح نعالج يعني منطقه العنقور والمجر. مشروع المضخات العائمه في بحيره الثرثار هو مشروع استراتيجي ومشروع حيوي يرفد نهر الفرات بالمياه، حيث تقوم هذه المضخات بسحب المياه من بحيره الثرثار من الخزن الميت ورفدها الى نهر الفرات ولايصال المياه الى المحافظات الجنوبيه وتعزيز الاطلاقات عبر سده الفلوجه. سعيا منها لزياده الاطلاقات المائيه الى المناطق الجنوبيه، وزاره الموارد المائيه تسعى بقصارى جهدها وبكوادرها الفنيه والهندسيه لزياده الاطلاقات المائيه من بحيره الثرثار الى نهر الفرات. لقناة الطليعة الفضائية صباح الطائي، الأنبار. رجحت مسؤولة لجنة الطاقة والوقود في مجلس محافظة كربلاء إسراء النصراوي أن الزيارة الأربعينية ستشهد أعداد أكبر من الزوار مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات متواصلة مع الحكومة المركزية لتوفير جميع الأمور الخدمية واللوجستية للزيارة كل عام، لكن توقع أنه هذه السنة راح تكون زيادة أضعاف من السنوات السابقة.